مشاهدينا الكرام مساء الخير اهلا وسهلا بكم في نشرتنا الجويه لليوم الاثنين 19 اكتوبر 2020 واللي تواصل فيه استقرار واعتدال جل العناصر الجويه على غرار نهايه الاسبوع المنقضي ارقام تقريبا معادات عاديه للفتره هذه اليوم الحرارة القصوى تراوحت من بين 20 ل 24 درجه بالشمال وبالوسط كانت من بين 24 ل 28 جنوب البلاد خصوصيه الطقس اليوم شوفون كالعاده من خلال تسلسل لصور القمر الاصطناعي وليميس حاله سماء هو فترات مشمسه تخلتها سحب عامه قليله وانخفاض الضغط الجوي يسمى شمال بلادنا هو في نشاط الرياح في فترة ما بعد الظهر وين وصلت سرعتها إلى مستوى الأربعين قرب السواحل درجات الحرارة الليلة تكون في مستوى الأربعتاش بالمرتفعات أرقام تتراوح بين 16 للعشرين في بقية المناطق وأجواء باش تكون مغيمة جزئيا على كامل البلاد بعض التغييرات قد تهم طقس يوم الغد نتوقع كون الرياح باش تتقوى نسبيا توصل سرعتها إلى مستوى الخمسين والستين كيلومتر في الساعة قرب السواحل أجواء مغيمة جزئيا إلى قليل تصحب آخر النهار ومع تنقل التيارات الهوائية للقطاع الجنوبي درجات الحرارة. الحراره باش تعرف ارتفاع نسبي كعاده نقدم لكم قراءه تفصيليه لدرجات الحراره القصوى المنتظره ظهر يوم الغد نتوقعوا تسجيل 26 كحراره قصوى في تونس الكبرى 24 في جهه توتال 25 في زغوان 26 في اقصى شمال في بنزرت في ربوع الشمال الغربي على ارقام شكون في جندوبه 28 27 في باجه في سليانه 26 درجه بالكاف بمناطق الوسط بتالا 24 على بالقيروان وين توصل الى مستوى 28 درجه بجهه الساحل بسوسه 26 25 بالمنستير بالمهديه 24 24 بكل من و جزر قرقنا سيدي بوزيد 26 24 في القاسرين وفي مناطق الجنوب الغربي تقريبا حاره ظهرا باش تكون في حدود 28 في توزر في قبلي قفصه 26 26 في قابس وبقيه مناطق الجنوب الشرقي للبلاد بجزيره جربه تقريبا تكون في مستوى 26 درجه توقع تزيد 27 في مدين وفي حدود 25 بكل من تطاوين ورمدا بالنسبه للملاحه والسيد البحري بسواحلنا الشماليه منطقه تيسيرات وخليج تونس الريح في اغلبها جنوبيه شرقيه سرعتها من 15 الى 25 عقده تتقوى في فتره ما بعد ظهر تتراوح تروح من بين 25 ل 30 تصل الى مستوى 35 في شكل هبات والبحر يكون مضطرب بلا شديد الاضطراب في الشمال في خليج حمات وفي جهه الساحل وصولا لخليج جابس الرياح في اغلبها من قطاع الشرقي جنوبيه شرقيه في الشماليه الشرقيه سرعتها من 5 الى 15 عقده وتتقوى في فتره ما بعد الظهر تتراوح من بين 15 الى 25 والبحر يكون قليل الاضطراب بلا مضطرب كالعاده نقدم لكم فكره حول حاله الطقس ببعض المدن والعواصم الاجنبيه نوكشوت 39 درجه مع اجواء مشمسه سحب كثيفه بالدار البيضاء 33 بالجزائر تقصى في 29 درجة أقل في طرابلس 25 بالخرطوم حرارة نسبية مرتفعة تصل إلى مستوى 39 نتوقع تسجيل 34 بالقاهرة بالبقاع المقدسة ستكون تكون صافية مع حرارة دورا في مستوى 35 في المدينة المنورة 41 في مكة المكرمة تقصى في بالدوحة 35 33 في أبو ظبي 32 في مسقط بالكويت 36 36 قد نسجلوها كحرارة قصوى في بغداد بالشرق الأوسط أجواء عموما مستقرة نتوقع تسجيل 31 في دمشق 29 في بيروت في القدس الشريف بعد سحب في اسطنبول 19 درجه وباوروبا بيروما طقس يكون صافي ارقام في مستوى 21 درجه 15 في فيينا طقس ممطر ببرلين امستردام بروكسل جنيف 18 امطار منتظره بباريس بلندن مارسيليا 19 درجه وبشبه الجزيره الايبيريه تقلبات منتظره 22 في مدريد و18 بلا شبونه تطور الوضع الجوي خلال الايام القليله القادمه تقلص نسبي في حده فعاليه الرياح الجنوبيه بدايه من يوم الاربعاء اللي تتواصل نشطه نسبيا قرب السواحل وضعيفة إلى داخل البلاد البحر يكون بكافه المجالات البحريه حراره القصوى تتراوح بين 24 ل 30 درجه تصل الى مستوى 32 في اقصى الجنوب واجواء تكون في اغلبها قليله تصحب على كامل البلاد بالنسبه ليوم الخميس الطقس مغيم جزئيا في اغلب المناطق تتوصل الرياح في اغلبها من القطاع الجنوبي نشطه نسبيا قرب سواحل ضعيفه الى معتده داخل البلاد البحر يكون متموج وقد نسجل استقرار نسبي فيما يتعلق بمؤشر الحراره مواعيد الشروق والغروب بمدينه تونس ليوم الغد شروق الشمس باذن الله يكون في الساعه السادسه و 31 دقيقة غروب في الساعة 5 و 36 دقيقة لمزيد من المعلومات والارشادات نذكركم بطرق الاتصال والتواصل بالمعهد الوطني للرصد الجوي موقع الويب www.meteo.tn صفحة الفيسبوك الخاصة بالمعهد ورقم الموزع الصوتي 88 40 4 أوقات صلاة اليوم الغد صلاة الصبح بداية من الخامسة و 5 دقائق ظهر منتصف النهار 11 دقيقة صلاة العصر في الساعة 3 و 10 دقائق صلاة المغرب في الساعة 5 و 38 دقيقة وصلاة العشاء بإذن الله في الساعة 7 و 3 دقائق شكرا على حسن متابعة والاهتمام الى اللقاء